فمع كتاب الله تبارك وتعالى وعالم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وعميد المدرسة الأنورية ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور فليتفضل مشكورا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق مستقيم
قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا الذين هدى الله وما كان الله ليضيع قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا كنت نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم
لك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا ولكل وجهة وليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها تكونوا يأتي بكم الله.
إن الله على كل شيء ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام وإنه للحق وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فول لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم
يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، عشنا سويا في رحاب آيات الذكر الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الأستاذ أنور الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة. قال لا أسمع حضراتكم عبر أسيري موجات إذاعتنا الحديثة والصوتيات الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة. صاحبتنا خلال هذه التلاوة المباركة إحدى وحدات الإضاءة العالمية والهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج شيح تمام لمدينة السن باللوين وأولاده إبراهيم وحسن إمام، الفراشة الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة إدارة أولاد الشبراوي بجميز بني عمرو بمحافظة الشرقية. أما الخدمة الفندقية الحديثة إدارة أولاد المعلم نور بأبو أرامير أتى اليمن والإسلام. شكر الله وسعيكم جميعا.